جزاكم الله خيرا. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق إذا هي كلمت أختا لها، وكان هذا في وقت نفاسها أثناء الأيام التي تلي الولادة، وكانت لم تطهر بعد، ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك، فهل علي كفارة لهذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت نويت الطلاق، نويت تعليق الطلاق على تكليمها، فإنه يقع إذا كلمت، فيفوت عليك طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان، إلا إذا كان سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا فإنها تبين منك بينونة كبرى. وأما إذا كنت نويت بذلك منعها من الكلام ولم تريد تطليقها، وإنما أردت بذلك منعها من الكلام، فهذا يعتبر يمينا على الصحيح، يعتبر يمينا من الأيمان، تدخله الكفارة بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة، وهذا يمين تحله الكفارة، فعليك كفارة يمين على القول الصحيح من قولي العلماء، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير بين هذه الأمور، فإن لم تجد شيئا منها وجب عليك أن تصوم 3 أيام. نعم.